وأنت بمكة ترعى الشيا، صنعت رؤى الشرق والمغرب، ملأت دون الناس بالمستحيل. إن هذه الأعمال اليسيرة في المنزل تصل إلى قلب الزوجة مشفوعة بمذكرة تفسيرية تضج بمعاني الحب والمودة والرحمة، وتشعر الزوجة بالدنو القريب إلى زوجها والامتزاج الروحي والعاطفي. كون الرجل في مهنة أهله، وأي عمل وعلى أي صفة لسان الحال هويتنا جميعا، كما هي حياتنا جميعا. إننا نطل من هذه النافذة على البيت فنراه صغيرا في مساحته، بسيطا في متاعه، ولكن الخلق النبوي العظيم جعله وعاء كبيرا مترعا بالأنس والبهجة، ترن فيه الضحكات وتشرق فيه البسمات، ويتدفق ينبوعا غامرا من السعادة والإبهاج. كان رجلا من رجالكم، إلا أنه كان ضحاكا بساما، صلى الله عليه وسلم. ليس في بيتي النبوة التواقر المتكلف، ولا التزمت المقيت، ولا تجهم العبوس، ولكنه حبور الضحك وإناس التبسم ومتعة الحياة الطيبة التي تملأ البيت حبرة وسرورا، حتى كأنما يعيش أهله في زاوية من الجنة. جعلت الرضا كنسيم الأصيل، أعدت الصبا لمحيي الصبي، وسامحت أشوك درب العنا، فيا لك من. إن هذا الفن الراقي في التعامل الزوجي والمبادرة من الزواج إلى المشاركة المعبرة والأنس المبهج سوف يجعله يحتمل المساحة الأكبر من قلب زوجته ووجدانها. إن هذا التعامل الرفيع يجعل لحضوره فرحة وأنسا، ولغيابه وحشة وفقدا، وسيكون من المرأة بمكان. إن على الذين يشتكون برودة الحياة الزوجية وجفافها أن يتعلموا من هذا الدرس النبوي أن الدماء تتدفق حارة في حياتهم بمثل هذه اللمسات الساحرة، حينما لن يبقى في قلب المرأة ووجدانها مساحة شاغرة، فقد ملأ ذلك كله زوج أشعرها بالمشاركة الحقيقية في الحياة، ولون يومها بالمسرات. يبهرنا هذا التوازن في الحياة النبوية، فقد كان صلى الله عليه وسلم أكثرهم تبسما، وفي بيته أيضا ضحوكا بساما، وكان مع الناس كالريح المرسلة بالخير، وفي بيته في مهنة أهله، وكان خير الناس للناس وخيرهم لأهله. إن هذا التوازن يفتقد عند أناس يبذلون المجاملات الرقيقة بسخاء في تعاملهم العام، ولكنهم يخزنون عبوس وجوههم وقثرة نفوسهم لزوجاتهم ولأهليهم ولوالديهم ولمن هم في بيوتهم، فلا يرون منهم إلا قتامة التجهم،
وملالة التضجر، ومع أنهم أولى الناس ببشرهم وحسن خلقهم، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد وسع الناس بحسن خلقه، وكان أهل بيته أسعد الناس بهذا الخلق العظيم. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. فصارت ملامحك الخالدات على جانبي وجهه المتعب، فسرت بأقدامك الحافيات وحيدا كأنك لست النبي.